أنت؟ وماذا تريد؟ لا نريد إلا قليلا من الماء. ماريا، ماذا هناك؟ يقولون إنهم يريدون بعض الماء من هنا. هل أنت صاحب هذا البيت؟ أتينا من مسافة بعيدة، نريد بعض الماء للخيول، لن نبقى طويلا. إنك تستطيع ذلك. شكرا لك. هيا. من فضلك يا سيد، كم يبعد ممر كوينغا عن هنا؟ إنه يبعد 10 أميال من هنا. هل ستذهب إلى الميناء؟ ربما. ماريا، ماريا، هل أنت بخير؟ دييغو، ماذا تقصد يا دييغو؟ ماذا كان يفعل هؤلاء الرجال هنا يا ماريا؟ ماذا كانوا يفعلون ها؟ كانوا بحاجة إلى بعض الماء، انظر ماذا فعلوا، لقد خلفوا الفوضى وراءهم. همجيون كما يبدو، هل فعلوا شيئا غير طلب الماء يا أبي؟ ربما ينوون شيئا آخر. أنا واثقة أنهم من الأشرار، آمل ألا يحصل شيء سيء. لقد قالوا إنهم ذاهبون إلى ممر كوينغا، ليس هناك إلا قرية صغيرة. تقول ممر كوينغا؟ ماذا؟ ماذا تقول يا دييغو، العقارب؟ نعم، رأيت علامتهم. لكن زورو قد قضى عليهم منذ مدة طويلة وانتهى الأمر. هذا ما اعتقدناه يا برنارد. لكن ليس هناك شيء نعرفه في ممر كوينغا، ماذا سيفعلون في ذاك الممر؟ هذا الممر يؤدي إلى الميناء، وهو الميناء الذي تنقل عبره الأشياء الثمينة، والعقارب يعرفون ذلك، إنه المكان المناسب لعمليات السطو الكبيرة. لقد غادر الرقيب غونزاليس البارحة إلى الميناء ليحضر شيئا ثمينا هدية للحاكم العام. ماذا قلت يا برنارد؟ سيقدمون له سيفا يابانيا. سيف ياباني؟ سيف من اليابان؟ لقد رأيت واحداً في إسبانيا، إنه رقيق كالحرير، ولكنه رغم ذلك قوي بما يكفي لقطع خوذة حديدية. إن الأمر كله مخيف، وسيوفنا ليست نداً له يا دييغو. أنا خائف. يجب ألا يصل هذا السيف إلى يد العقارب مهما كلف الأمر. تشرفني رؤيتك ثانية يا سيد الحاكم العام. شكرا لك براون، بما أستطيع مساعدتك؟ سيدي، لدي أخبار طيبة. بفضل الضابط ريموند، فإن هذا المكان ينعم بالأمن والهدوء، وقد أحضرت هذه الهدية كتذكار شكر لكم يا سيدي. إن الضابط ريموند قائد جيد، وأنا أثق بقيادته كثيرا. يشرفني مديحكم سيدي. وما هي هديتك؟ سيف ساموراي من البلاد الذهبية الجميلة اليابان. أتقول سيف ساموراي من اليابان؟ وأين هو الآن يا براون؟ لقد وصل هذا الصباح إلى الميناء وسيكون عندك هذا اليوم. حسناً، آمل أن أراه قريباً. لماذا يجب أن نحرس هدية الحاكم العام؟ ما علاقتنا بالأمر؟ أنا لا أفعل هذا من أجل الحاكم العام، ولكن علينا ألا نترك فرصة للعقرب للحصول على السيف. أعرف هذا. زورو، الهدوء غير عادي. Thank you.
هذا الجو الحار يجعلني أشعر بالجوع، ومن الأفضل أن نرتاح عند الممر. زورو، استعدوا يا رجال، هيا. أيها الرقيب غونزاليس، لست هنا لأقاتلك أو أقاتل رجالك، العقرب بانتظارك عند ممر كوينغا. ماذا؟ عليك أن تفعل ما أقوله، إلا سرقوا منك السيف الياباني. أفعل كما تقول. ها، انتبه، سيصلون قريبا أيها الزعيم. ها هم. اعبروا الممر بأقصى سرعة تستطيعونها. أسرعوا، تابعوا المسير مع زورو، هيا. لا تتركوهم يهربون. سأخبر القائد لجلب فرقة مساعدة يا زورو. افعل هذا بسرعة. أنتم هيا بسرعة، هربوا قبل أن يأتوا. ها؟ أسرع أيها العجوز. ما زالت أسرة باكو لا تستطيع الهرب. كيف ذلك؟ احضروا حصاني بسرعة، طاردوا العربة. لا تستطيع ذلك. أنت إذن زورو؟ نعم، اطلب من رجالك أن يلقوا بأسلحتهم على الفور. هذه ليست فكرة جميلة، فلتدعه يا زورو، وإلا قضيت عليهم جميعا. أيها الوغد، يبدو أن المد قد تغير. أرجوك اخرج من هنا زورو، لا تهتم بنا. اخرس اخرس. باكو، توقف، تستطيع أن تأخذني عوضا عنه. زورو، لقد سمعت أنك كنت فظا مع رجالي. زورو، أستطيع قتلك الآن، لكنك مسؤول عن ضياع السيف. أحضر السيف الياباني إلى هنا إذا أردت أن تنقذ حياة هؤلاء الناس. وهل ستتركهم حقا إذا أحضرت لك السيف؟ سأنتظرك صباحا غدا. عذرا سيدي. أخيرا وصل. أرجو يا سيدي أن تكون سعيدا بهديتنا المتواضعة. تفضل سيدي الحاكم. ما رأيك سيدي؟ إنه سيف جميل. إن اختيارك جيد للغاية، وقدرتك على القيادة ملحوظة. لقد وضعتني في منصب القيادة هنا يا سيدي، وأنا مدين لك بالكثير. سأحتفظ به تذكارا نادرا، شكرا لكما. عفوا سيدي الحاكم العام، سأنفذ أي شيء تطلبه مني، فأنا في خدمتكم دوما. سيدي، أريد أن أخبرك عن العقرب. ماذا؟ العقرب؟ ماذا حصل يا ريموند؟ لا شيء، لا شيء سيدي. هل سنحاصر الحقل يا سيدي؟ كلا. ولكن العقرب. إن الحاكم العام هنا، ويجب ألا نضخم الأمور يا غونزاليس. اسمع، يجب أن نقوم بالحراسة بشكل دقيق جدا. لا تهتم بالبلدة الآن. ها؟ نعم حاضر سيدي. Grrrr.
هذه هي الأوامر. ما الذي يجري هنا؟ أهلا لوليتا، لقد ظهرت عصابة العقرب هذا اليوم واختطفت كافة أفراد عائلة باكو كرهائن. أرجوكم ساعدوا أسرة باكو. ألا تفهم أيها الرجل؟ سأخبر الضابط عن ذلك، ولكن الحاكم العام هنا الآن وسنعتقلك إذا فتحت فمك بالشيء. هذا ليس عرضاً، عودوا إلى بيوتكم هيا. لوليتا هل تتسوقين؟ أنت تهون الأمور أيها الضابط، يتوجب عليكم مساعدة أولئك الناس. بالتأكيد أعرف هذا، سأخبر الضابط ريموند بذلك حالاً يا لوليتا. عذراً. ماذا جرى أيها الرقيب غونزاليس؟ لا فائدة. لا فائدة؟ لماذا؟ لن يقوموا بالهجوم. دييغو ماذا ستفعل؟ لن يتخلوا عن السيف بسهولة. الحراسة مشددة طيلة وجود الحاكم العام. أعرف هذا، ولكن ما هي الوسيلة لتحقيق هدفنا يا ترى؟ دييغو هل ساعدتني؟ ما الأمر لوليتا؟ سوف نقبض على اللصوص سوية. ماذا؟ تقصدين عصابة العقرب في ممر كوينجا؟ هذا خطير. نعم، يجب أن نذهب يا دييغو. إن القائد يعتزم تجاهل ما يجري في الممر لأنه لا يريد أن يكتشف الحاكم العام الأمر. هناك عائلة قد أخذت رهينة. دييغو، برنارد، عليكما أن تجلبا كل ما ينفع سلاحاً. انتظر لحظة يا أبي، هذه مغامرة، عصابة العقرب مسلحة. يجب أن نقوم بذلك بأنفسنا ولن نعتمد على أحد. وهل نسيت زورو يا أبي؟ أعرف يا بني، ولكن أين نجده؟ غادر زورو بعد أن وعد بإحضار السيف لينقذ عائلة باكو، ولكن حتى زورو لا يستطيع أن يأخذ السيف من الحاكم. من المستحيل علينا هزيمة العقرب وحدنا يا أبي، علينا أن ننتظر زورو، لا شك أن لديه خطة. نعم، لندع كل شيء لزورو، أنا واثق أنه سيعالج الأمر بشكل جيد. أعتقد أن ابني على حق بيدرو يا صديقي، لا أعرف إن كان بإمكانه مساعدة عائلة باكو، لننتظر حتى صباح الغد. زورو سينجح. من هناك؟ ما هذا؟ ما هذا؟ لم يصل الجيش بعد. لابد أنهم خائفون منا. سوف نهرب بعد أن نقتلهم جميعا. أتعتقد أن زورو سيحضر السيف؟ أنا على ثقة، وسأقتله على أي حال. طبعا، لقد قتل أصدقاءنا. أيها الزعيم، لقد وصل زورو. حسنا، هيا إلى الخارج. هل أحضرت؟ ها هو السيف، أطلق سراح الرهائن.
سنتركهم بعد أن تنزل وتلقي سلاحك. قد فعلت، حررهم. إذن هذا هو السيف الياباني الشهير، يبدو قويا. لقد وفيت بوعدي وعليك أن تفي بوعدك. اسكت، لا تتصرف وكأنك بطل يا زورو. زورو اهرب من هنا بسرعة، سيقتلونك. اصمت أنت. فينتو تاكل. فيجارو هيا أرهم شجاعتك. باكو اذهب أنت وعائلتك من هنا. ماذا تنتظرون؟ أطلقوا النار، اقتلوه. زورو لقد جئنا. يا إلهي النجدة. وراءهم، هيا. تبا سأقتلك على أي حال. تبدو خائفا من هذا السيف، أليس كذلك؟ زورو في ورطة، ماذا علي أن أفعل؟ غير معقول. ألا ترى أن سيفي أفضل أيها العقرب؟ لا أفهم هذا. رائع، لقد انتصرنا. أشكرك كثيرا يا زورو. إننا فعلا ممتنون لك يا زورو. القرويون يستحقون الشكر كله، لأنهم جميعا قاتلوا بشجاعة وبسالة. نعم هذا صحيح، لم نستطع أن ندعك تقاتلهم وحدك. زورو أعد لي السيف. أين سيف زورو؟ لقد فعلها زورو يا سيدي. أوه سيدي أرجوك، إنه حاد جدا. تبا لك على هذا السيف المزيف. ها؟ مستحيل. هاي! أيها الحاكم العام، أنا آسف على إفساد فرحتك بالسيف الجديد. زورو، لقد تجاهلت حياة الأبرياء من أجل سيف من الخيزران. وأنت يا ريموند، أليس سيفك مصنوعا من الخيزران أيضا؟ عليك أن تجعل من القرويين قدوة لك. اسكت زورو، ماذا تنتظرون؟ هيا طاردوه. أوه زورو. ريموند، هيا بنا نعود إلى مركز عملنا حالا، على الفور، هيا. حاضر سيدي. أنا آسف حقا يا سيدي الحاكم العام. أنا آسف يا سيدي الضابط، إن سيف الخيزران قد أرسل بطريق الخطأ، سأصلح الأمر، أعدك بذلك يا سيدي. اسكت أيها الكاذب. غونزاليس، أنت المسؤول، ما كان هذا ليحدث لو أنك قبضت على اللصوص دون مساعدة زورو. أنا آسف. يلومونك دائما. هذا ليس عدلا أيها الرقيب. هذا صحيح، أنا حزين جدا. لا، هذه لي.
يبدو أن الحزن قد قطع شهيتك. صحيح.